150 كلهم 150 لا ده بحجارة 150 200 200 210 210 مبروك يلا الله تهلا يا معلم يلا بينا يلا هات منه يلا يلا هات حاضر 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 وادي سبايدر مان بيغني وعليه لعبه الهيجي بيجي عارفها ايوه اللي بيروح ويجي وادي لعبه عارفها برضو وادي بقى ده بقى تليفون بس بيعمل موسيقى ونغمات وحاجات ياما قوي وعليهم مسدس وعليهم عربيه بالريموت كام 100 برضو 150 من يزود 160 170 100 ده اقل حاجه ب 125 170 170 170 180 185 185 حايبين 190 200 210 لسه بدري 210 و15 215 220 225 حبيع 225 ما ايه ما تيجي على الحاجات على لا فارس هو فارس هو مين يا زين زين اشتروا على جدك يا زورا عند تعالي استنى بقى لا انا لا انا حبيبي تعال انا حابب اني بس تعبت انت جايب البلد لازم مخصوص النهارده عشان معلم ميمي اكيد جايين عيداك وطبعا ابو ميمي على الفيس مشهور واتفرجنا عليه على المزاد ورمضان عين عليك يا مفلس بارك له يا سيد اهو السيد اهو تعال ابو ميمي بارك عليه ربنا يبارك فيك بالله عليك بارك بارك لي السيد بالله عليك يا سيد بارك لك شفته فين شفته معلم ميمي فين شفته على الفيس والله على الفيس على الموقع قناه يوم السابع قنوات كثير والله بصراحه يعني حتى الكوبا والكلام حلو مساعد الناس حتى رخيص اول ايه الكلمه اللي بتحبها وهو بيقولها؟ ايه الكلمه اللي معلقه معاك؟ ابو ميمي ابو ميمي ابو ميمي مع عوام مع عوام والبيعه يلا معلم نرحب بالراجل اللي في المزاد اللي جاي شدي حبيبي يا باشا شدي وادي مسدس بص بقى ده عالم كبير قوي حاجات ياما قوي وادي كيس كله لعب بص العربيه دي خزف وعليهم كمان كيس كله لعب وادي كمان كيس كله لعب وعليهم ايدي بقى لا دي حاجه جامده قوي اللي هيطلع 50 جنيه دهم له 50 جنيه دهم له يلا 50 وادي كمان واحده اسم خلصني وادي سبونش بوب وعليهم عروسه وادي كيس كله لعب وادي عربيه وادي فيل وادي كمان كيس وادي دبدوب وعليهم كمان هطلع لك والله وعليهم كمان كيس اللي هيطلع 50 يدهم له تنى ولا من نبع ده الباب ولا يا ماما ولا تنى يا جماعه ودي كمان كيس كله دي نطاطه كبيره نطاطه كبيره وعليهم دبابه وعليهم كيس لعب ودي كمان كيس لعب وعليهم كمان كيس لعب ودي كمان هو يقول زين خلاص يا باشا ودي كمان عربيه وده رمضان انت بتتفرج عليا بتتفرجوا على ما تبص للناس وبص للسرقه اللي ورا وادي متر اليوز 50 خد منه 25 دفع ده ودفع ده مالك يا ريس صاحبي عربية خزف والله ولعبة خزف
وادي عربيه بالرمود يا خبر ابيض، ودينا الطاطا هوبا اللي هيطلع 50 جنيه تهله خلاص رمضان. انا عم حد انا برضو حد عايز لابتوب؟ حاضر ثواني. لابتوب ده ب 150 جنيه ده. كام دي؟ مبروك. كام دي؟ لا دي ب 300. هاتها. هات 300 كام؟ كام؟ 300 انت عايزها بكام؟ 70 70 ما انا خلاص سامع بس مش عايز ارد عليك عشان مش هوفى. 100 جنيه مين يزود؟ 110 20 120 125 130 35 140 140 140 140 مبروك خلاص. بقول لك ايه، هاتي 50 دولار، هاتي 50 دولار. هات 10 خد 10 انا عروسه. ادي طيب سيبها بقى، انا بفك ال 100 بتاعتك. مالها ازاي انت مبجع كيس؟ لا والله في شيء مصدق ومصدق. يعني 35 جنيه مرة ثانية والله. طب هات 20 جنيه، هات 10 جنيه. اه يا عم اديله العروسه دي. القاهرة ايه؟ القاهرة. هو في كام صبارة من عندك؟ ثلاثة ست صبارات. ست صبارات. واحدة عندي وحدة ايه؟ كده أنا خدت الفرق. واحدة ايه؟ بيع اتنين أربعة. وبيع اتنين أربعة هم معاك. الصبارة التانية الأربعة. هم الأربعة معلم يلا. يلا ميمي كام دي؟ شكلك الحجارة ايه؟ الحجارة جوه الصندوق. كلمها. انا مش شايف حاجة اللي وراك. مش عارف انا حريمة. عيني عليك يا ابني. انا واقع اهو رمضان. هاتهم هاتهم يلا. يا استاذة خد يا استاذة. موجود يا جدع. طب خلع يا عم مالك، انت حاسس ان انت ايوه تعالى يا فندم. صاحبتك دي مين؟